انت متهم في واحد القضيه سيده اللي كتقول انك انت بمعيه الساخرين يعني تهجمتوا عليها وقالت واحد المجموعه ديال الكلام. انت باش كترد؟ السلام عليكم. بعدا كنشكركم على الحضور ديالكم في هذا الدار عندي باش تعطوني حق الرد، ومرحبا بكم عندي في الدار وشكرا على المجيء ديالكم. في البدايه اول حاجه نقول لكم اخويا نشكر الدرك الملكي ديال المشروع الفتح واحد والدرك الملكي اللي جاوا من الرباط باش ياخذوا لاديان وداك الشيء، وكنشكر الدرك الملكي ديال المركز الترابي شارع الجيش الملكي على المجهودات الجباره اللي قاموا بها في التحقيق في اطار التحقيق والاستماع الي واستدعاء الشهود والديبلاسمات اللي ديبلاساو لكازا، ديبلاسمو لبني خلف، ديبلاسمو هنا لبني خلف، هنا المشروع مشاو ولاد مومن. اش نقول لك هاد السيده؟ الرد اللي نقول لها حسبي الله ونعم الوكيل، وراه القضاء بيناتنا، قضاء بيناتنا. وكنشكر كذلك السيد وكيل الملك وسيد قاضي التحقيق اللي داروا واحد المجهود ديال البحث ديالهم في اطار المراجع المساطر المرجعيه اللي كيف معايا ورقه بورقه السيد قاضي التحقيق، وعطاني صراحه مؤقت باش نبحث على البراءه ديالي. ومرحبا خويا، شي سؤال؟ انا من تحت الاثر. يعني تهمات في تقديرك، يعني السيده كتقول انك تعترف، واش غا زعما غتبطل هكذا؟ حكي لنا اش وقع بالضبط. لا خويا ما كايناش هاد الهضره. كنا معروضين عند واحد السيد، وكان هاد السيد عنده خلاف معاه. مشيت انا وجوج نساباتي والمدام، فاش وصلنا لعند السيد لقينا نسيبتي كتعرفها، سلمت عليها قالت لها واش كتجيين عند فلان؟ قالت لها قالت لها دخلوا لي بالصلح. هي طلبت الصلح، المدام قالت لي بسم الله اجي. بيتعيط علي المدام قالت لي شوف هاد الصلح بيناتهم، هضر مع الحاج. تصالحنا ديك الساعه وطلعاش معنا وتغداش معنا وضحكت معنا في اطار الاخوه، وطلبتني على طلبتني باش ندير مع باش يديروا معنا التنازلات في هذاك النهار. والغد الغد فاش جيت بحال هادشي الغد كنتفاجئ انا ناعس، كنتفاجئ امه وباها جاوا عندي هنا وجابوا معاهم الحلوى بتيبان. المدام مشات مع امها البني خلف، وانا مشيت مع باها في الموطور ديالو حتى قدام الدرك الملكي. كاين واحد كاتب عمومي، هذا عنده كاميرا متقه بان باه اللي وصلني بالموطور. هاد السيده كتدعي واحد واش ما فهمتش، واش هاد السيده كتدعي بان تخطاطفت بنهار قدام المجتمع المدني وقدام المواطنين وقدام ما فهمتش واش هادي غابه؟ راه قريبه لمركز التراب الدرك الملكي، راه قريبه ليه. واش هاد السيده ما طلبت حتى شي اغاثه؟ ما طلبت حتى شي اغاثه وكتقول لك فلان عرفتو بصوتو. اخويا واش غتعرف بصوتو؟ انا كنزيد ناكد لكم نسجلوا لي الصوت ديالي وديو ليه، لا تعرفت عليه ناخذ الاعدام. الا تعرفت على الصوت ديالي ناخذ الاعدام. هاد السيده راه باطل، تهمه باطله وتهمه خطيره، ان باش وحطاتني في واحد الموقف اللي ما عمرني كنت ننتظر منه، اللي ضريت منه انا نفسانيا والعائله ديالي ونسابي حتى هما كذلك. كنا ضرينا، كنا معنويا نفسانيا ضرينا. فهمتي يا خويا؟ هادشي اللي كاين، هادشي اللي غنقول لك. انت باش كطالب دابا انت يعني ملي تكلمتي يعني صفتي رسائل انك انت مظلوم، باش كطالب دابا؟ الحمد لله القضاء غادي في المسطره ديال سيد قاضي التحقيق، خرجني صراحة موقت. انا بيناتنا القضاء ان شاء الله من عندنا ناخذ البراءة ديالي، والبراءة الحمد لله راه بدات كتبان، البراءة ديالي بدات كتبان، لان انا ما بغيتش نقول لكم شي حوايج. خلي القضاء هو ياخذ المسطرة وداكشي ديالو، لان اللي قلت لكم انا بحال غنكذب عليكم ولا نقول لكم، خلي القضاء وراه كل مستجدات راه غادي نتصل بكم ونقول لكم ها وقع ووقع ووقع مع سيد قاضي التحقيق. وهاد السيده هادي راه ما فهمتش فيها، انا ما فهمتش فيها. خيري رجعتو ليا بومزو، خير ديالي رجعتو ليا بومزو، ما فهمتش. الخير هو انني درت معاه تنازلات مع هاد الناس، درت معاه تنازلات. فهمتي الاخ؟
درت لها تنازلات، هي مداعيه مع شي 11 امراه، ودرت لها انا تنازلات مع هاد الناس هادو، وهي كتقول لك ما درتهمش الا بواحد، لا درتهم الغد ملي جات المحكمه، الغد ملي رجعت المسطره للدرك الملكي، الغد درت تنازلات وبالطلب ديالها، وممكن تهبطوا للكاميرا ديال القهوه باللايف ديالكم وتشوفوا واش بواها جاب الحلوه ميكا ديال الحلوه وجاب في موطورو هنا، وممكن تسولوا واحد الجاره هنا راه حط عند الموطور. يعني اخويا انا هي كتقول لك وعندي انا دلائل. انا مشيت اول حاجه فقت مع تسعود، خدت الكارو من القهوه، هبطت المحكمه، من المحكمه مشيت شربت قهوه في البالومه كاين شهود، مشيت من البالومه مشيت للملكيه البحريه كلها كاميرات اجدي باش باش يقولوا ما اجدي. مشيت للمدينه عند السيده عندها هي دابا هضرت معها دابا، قالت لي نعطيك السيري ديال الكاميرا. هذا النهار اللي وقعت فيه النهار هذا اللي وقعت فيه الكارثه. واخا عاود سمح لي واخا نقطع خويا. مرحبا خويا. عاود معايا بالضبط النهار اللي كانت فيه كارثه، شنو المسار اللي كان ديالك هذاك النهار؟ ديالي انا عاود لك من 9 الصباح فقت من هنا، هبطت القهوه في الرشيديه، خدت 4 غولواز وممكن ديبلاصه واحد من القهوه، هبطت شدي الطاكسي من حدا سميتو من حدا واحد القهوه شي 200 متر، خدت باكيت الكارو، هبطت المحكمه تلاقيت مع ثلاثه الناس مستعدين يشهدوا. مشيت لحدا الباب المحكمه، باب الايقاف ديال المحكمه، لقيت واحد المراه ولدها صاحبي مشدود على السكر، بقينا كنهضروا مده شي ساعه شي نص ساعه في حكاك ولا ساعه لارو. عيط عليا الصديق ديالي زني بالطوموبيل، مشينا سيدي للبالوما شربنا قهوه غاديين اصلا للمدينه الكوماناف، شربنا قهوه في بالوما، راه السيد جا وشهد. ملي مشينا من تما مشينا للمدينه الملكيه البحريه، من الملكيه البحريه دخلت للمدينه، هاد كاين الشهود. من الملكيه البحريه جيت لجماعه بني خلف، ممكن غدا ان شاء الله ديبلاصا وسيروا عند الدريات اللي كيغيليزاسيون ورئيس الحاله المدنيه، سولوه عطاهم التاريخ وغايقول لك واش كان ولا ما كانش. جيت عند كاتب عمومي الله يجازيه بخير، راه جا شهد ادى الشهاده ديالو عند الدرك الملكي. من تما مشينا عند واحد الاسره في ولاد مومن، من ولاد مومن جيت للدار هنا، دخلت شربت قهوه في هاد القهوه كاينه الكاميرا ما تقعدش شي. من هنا اسمحوا لي على الكلمه مشيت لابيلفي، انا هادشي اللي قلت للقضاء الدرك الملكي نعاودوا ليكم. مشيت شربت قهوه، شربت جبت قرعه ديال الروج من لابيلفي، جيت طلعت للدار هنا التحتانيه شربت فيها شويه، قالت لي نسيبتي والحاج اجي راه كنمشيو نجيبوا المدام ديالك لان بيتها فيها عند نسيبتي. بقينا حتى تسعود، هادشي اللي كاين اخو بالشهود، وهادشي موثق بالكاميرات ماشي شي موثق بالكاميرات وبالشهود. واخا في التقدير ديالك علاش هاد السيده يعني ما تهماتكش بوحدك، تهماتك انت وست الناس اخرين، كتقول لي سبعه الناس تحموا على سبعه الناس. خويا نهضروا واقعيين، واش الطوموبيل عتهز سبعه الناس؟ واش عتهمني انا؟ انا باقي ما يحز في ذهنيك هو ان علاش حاليا باقا كتهمني؟ ياك حنا مشينا للقضاء، القضاء خاد واحد الكلمه بسيطه في حقي، خلي القضاء. انت قلتي سبعه ودايرين ودايرين ودايرين، لا فين هما السبعه؟ شكون هما هاد السبعه؟ انا بغيت نعرف هاد السبعه شكون هما؟ هاد السبعه بغيت نعرفهم شكون هما؟ اللي غادي يختطفوها هي من المشاريع العام، واش الشارع اللي تختطفت منه هي؟ لا يعقل. انا كنقول لها كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل وربي بيناتنا القاضي. واخا السيده قالت بزاف طيفات انها ملي تقدمت هي ما تقدماتش معاك، كيفاش كتفسر هذه القضيه؟ علاش ما عيطتوش لها هي تحضرتها هي في التقديم؟ واش انا قضاء غادي واش راه القضاء استدعاها؟ اسول على سيد وكيل الملك، سول على سيد قاضي التحقيق، واش انا ممكن انا نستدعى؟ انا عندي شي سلطه؟ ما عنديش السلطه باش نستدعى، هي اللي خصها تحضر. هي المعنيه وكتقول انا ضحيه وانا هي خصها تجي للمركز الترابي ويعطوها يقولوا لها امتى تجي وتقدم معايا عند سيد وكيل الملك ودير المواجهه معايا. تواصلت بشي اي حاجه؟ لا 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 خويا لا لا ديبلاصه وعدا شي 4 المرات اخي، شي 4 المرات ديبلاصه وعدا المولى عبد الله، وهادشي راه متقينو الدرك الملكي متقينو هادشي، لان المحاضر المرجع المحاضر راه فيهم امتى ديبلاصه وعندها وامتى مشاو عندها ومعاش مشاو عندها ومعاش راقبوا الحاله ديالها ومعاش هادشي راه اصحاب الاختصاص كاينين، اصحاب الاختصاص كاينين الله يجازيهم بخير، راه مشاو ديطاي راه ما كنتش راه كان مع 3 الصباح كيدوضوني كيقول لي فكتي مع الساعه الفلان فلان، راه ماشي جوندارم واحد اللي داير معايا البحث،
راه فوق 9 الناس اللي داروا معايا البحث، فوق 9 الدرك الملكي اللي داروا معايا البحث. راه الناس الدرك الملكي راه جاوا من الرباط الدولاطيين، عاد المشروع الفتح واحد داروا محضر ايقاف واستماع. انا دار بربع ايام وباطل وما كنداويش، خليتها القضاء، ما خرجش قلت ولا شي حاجه، ولا خليتها القضاء. المشكل وصل القضاء، احنا في القضاء. انا عندي شهود، انت كتقولي وانا كنقول شي حطي شي باطل. انا راه عندي شهود ديالي من 9 الصباح ل 9 الليل بالكاميرات. انت كتقولي انا عرفتيني من صوتي وعرفتيني بشي حاجه اخرى، انا القضاء راه كاين، هذا هو اللي كاين القضاء. راه سبحان الله، راه الله ما فهمتش اخي والله. ما ونزيدك واحد الكلمه، انا راه ما عندي معاه حتى عداوه، ما عندي معاه حتى مشكل، ما عندي معاه حتى شي حاجه. شفتها مره واحده ودرت معاه بليزير ودرت معاه فيها خير، ردته لي بوم زوينه، تخلصت. انا تخلصت كما قال لي استاذ، قال لي ولي دافع راسك. انا كنفاعل جمعاو، انا راه عضو اللجنه المركزيه وعضو مكتب الوطن. واش تي كتخرج تقولي للناس راه ماشي؟ انا كنعترف، انا خرجت من الاحزاب، كدوز واحد شدات خرجت من الاحزاب، عطيتهم، ما عندي علاقه مع حد. سيرين واحد دخل سياسه مارس فيها واحد 18 عام ولا 20 عام، خرج منها سالات كره. دابا فاعل جمعاوي في المحمديه، يلاه بديت كنرجع للمجتمع المدني، يلاه عام دابا باش رجعت للمجتمع المدني. وممكن تسول بعض الجمعي، بعض الفاعلين الجمعويين في المحمديه، راه كيجيو كيستاشروا مع عبد ربي كيف يشتغلوا، كيفاش الرحله، كيفاش المخيمات، كيفاش التقطير، كيفاش بزاف د الحوايج، كيفاش يدفعوا المؤطر ولا مؤطر الدوره التكوينيه. واخا تسمح لي نسولك، مرحبا. واش التقرير الطبي خرج فيه بان السيده مغتصبه وانت ماشي متهم ياك، ولا ان السيده ما مغتصباش كاع؟ ايه هو مجرد افتراء. خليه بدون شعلة، واخا شكرا، خليه بدون شعلة. طيب دابا انت ملي خرجتي معنا وضحتي واحد المجموعه د الامور، شنو هي رسالتك الاخيره للمغاربه اللي من خلالها توجه لهم كتبرق راسك؟ يعني شنو الرساله اللي بغيت توجه للمغاربه؟ انا المغاربه غادي يتفرجوا فيك، واحد العدد كبير، واحد مئات الالاف غادي يتفرجوا فيك، اش بغيتي تقول لهم؟ انا اش نقول لك؟ انا كنشكرهم لان المراه هي الاولى، يعني من حق الشعب المغربي يتضامن مع المراه، لان المراه كتكون ضعيفه. ومن كيسمعوا الشعب المغربي كيسمع ان تكوين عصابه اجراميه والاختطاف والاغتصاب والاحتجاز وهادشي راه يتعاطف. ولكن كنطلب من الشعب المغربي ما يبقاش يتسرع ويتسنى للقضاء. القضاء راه نزيه في هذه البلاد، راه ما يمكنش. راه دابا راه رئيس مجلس الاعلى للقضاء راه هو جلاله الملك، يعني حتى واحد عهد ديال الصمته وعهد ديال هذاك الشيء راه فات. حنا راه في القرن 21 اللي الشعب راه ولا كيهضر على حقه، الدستور كيخليه يتكلم يهضر. كنطلب منه ما تبقاوش تسرعوا، لان شحال من التاثير ديال باش تاثروا على بعض القضايا، ما خصكم تسرعوا، ما تسرعوش. ماشي عليا انا، على اي واحد. خليوا القضاء يقول الكلمه ديالو، نتصنتوا الصحافه طبيعه الحال، نتصنتوا وناخذوا من هنا ونتسناو العائلات ديال الاخرين يردوا، ونتسناو المتهم اشنو غادي يقول، واش قضاء غادي نصفو او قضاء غادي يحكم عليه. هذا هو الطلب ديالي، وانا راه مع المغاربه، انا والشعب. وكنشكر الشعب المغربي، وكنشكر جلاله الملك، كنشكر الدرك الملكي بشتى الانواع ديالو، المدير ديال الامن الوطني، الصحافه اللي تعاطفوا معاها وعطوني حق الرد تانا. كنشكركم لانكم نتوما ساهمتوا، لانكم نتوما ساهمتوا في هذه القضيه، ساهمتوا فيها واحد 70% تنوير الراي العام. علاش كنقول لك انا كنشكركم؟ راكم نتوما راك نورتوا القضيه الوطنيه. راه هذه القضيه ماشي محليه ولا هذه، ولات قضيه وطنيه. علاش قلت نقول لكم كنشكركم؟ لانكم وصلتوا واحد الرساله، وانتم الحمد لله انتم جيتوا عندي، عندي حق الرد، ما صوناش عليكم والو ياك، ولكن نتوما عارفين حق الرد، جيتوا عندي. مرت انا قلت لكم مرحبا بكم، والف مرحبا. وماشي على اليوم، ماشي على اليوم، في اي وقت ما يجري داخل الكواليس ديال المحكمه غادي نصرح لكم باللي كاين. شكرا، تبارك الله. مرحبا خويا. مرحبا. اخر سؤال، واش انت الوحيد اللي تقدمتي في هذه القضيه ولا كاين متهمين؟ لا انا الوحيد،
لان فين الساخرين اللي ما كاينش يا صاحبي، ما كاينش الساخرين، ما كاينينش. شكون صاحبي الساخرين؟ الساخرين ما كاينينش، ما كاينش الساخرين، ما كاينينش. انا اللي تقدمت وانا اللي مشيت للبريغاد، جاوا الدار راك الملك الدار، انا سولوا عليا، عيطوا لي في التليفون العائله ديالي، قالوا لي راه الدار راك الملك يجيو عندك. مشيت عندهم سولتهم شنو واقع، قال لي ريح صافي شي اللي كاين اخو. اخر مستجدات ديال القضيه هذه مستجدات اللي كاينه عند القاضي عند سيد